طائر تجسس أمريكي الصناع. يبدو أن المشهد أصبح أكثر تعقيدا في العراق اليوم. سيطرة تنظيم الدولة على محافظة الأنبار شمال البلاد ومخاوف من اقترابه من العاصمة بغداد التي تعيش أياما دامية، لا سيما بعد التمدد الكبير للتنظيم داخل العراق وسوريا. ووسط تأكيدات عراقية وأمريكية بأن الأمور باتت تحت السيطرة، إلا أن تنظيم الدولة بات على أبواب العاصمة بغداد، وذلك بعد سيطرته على عملية الفلوجة في الأنبار التي تقع على بعد 40 كيلومترا غرب بغداد. بغداد آمنة، بل أكثر من ذلك، لقد وسعنا الحدود الأمنية لبغداد ودفعنا خلايا العدو وجماعات العدو وعصابات داعش إلى الخلف في الشرق وفي الجنوب وفي الغرب وفي الشمال. من جهته الجنرال جون ألين منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يقول إن التنظيم أحرز تقدما كبيرا في العراق، وإن سلاح الجو الأمريكي استخدم مروحيات أباتشي ضد عناصر التنظيم، مما حال دون وصولهم إلى مطار بغداد الدولي الذي يقع جنوب غربي المدينة. كل هذه المعطيات تشير إلى اتساع رقعة التنظيم داخل العراق، ما دعا الولايات المتحدة إلى إرسال 200 مستشار عسكري أمريكي إلى قاعدة عسكرية شمالي بغداد، وذلك لمساعدة القوات العراقية استشاريا لصد أي تقدم وهجوم محتمل للتنظيم حال اقترابه من العاصمة. وعلى الرغم من الدعم الجوي الذي يتلقاه الجيش العراقي من قبل التحالف ومساعدة بعض العشائر، فإنه يخسر تدريجيا السيطرة على أطراف محافظة الأنبار بعد سلسلة هجمات قام بها مقاتلو التنظيم أرغمت القوات العراقية على التراجع فارضا سيطرته على المدينة. هذا ويبقى التساؤل، ماذا بعد مرور شهر على بدء العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة؟ وماذا حقق التحالف على الأرض حيث تقدم والسيطرة للتنظيم في ظل دعم عسكري ومالي مجهول المصدر وامتلاكه أسلحة متطورة آخرها صواريخ ستريلا المحمولة على الكتف؟ مصعب الشريف، اليرموك.